فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله في الحلقة السالفة: إن الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء، ثم ذكر الآيات من سورة التوبة والفتح، وإلى أهل إيمان وبر. قال الله فيهم: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. قال: وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن وفد عليه ومن غيره من الأعراب من هو أفضل من كثير من القرويين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا في آخر الحلقة السابقة إن الشيخ رحمه الله يبين في هذا الكتاب حكم الأعراب على سبيل الإجمال وحكمهم على سبيل التفصيل. فالأعرابية في الجملة مذمومة، لأنها يغلب على أهلها الجفاء والجهل بأحكام الدين، وكذلك النفاق وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، هذا يغلب على الأعراب، لكن ليسوا كلهم كذلك، والله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، فاستثنى منهم طائفة آمنت بالله وبرسوله وزالت عنها هذه الصفة المذمومة، لأن الإسلام الصحيح يقضي على الصفات المذمومة ويحل محلها الصفات الطيبة المحمودة. قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا في مقابل المنافقين من الأعراب أشد كفرا ونفاقا. من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، يعني الزكاة التي يدفعونها يفرحون بذلك ويعتبرونه قربة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، يطلبون به الأجر، بخلاف الذين يدفعون النفقات من الأعراب على أنها غرامة، ويتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، يعني وطلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، يطلبون من صدقاتهم أن الرسول يدعو لهم، لأن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب، فهم يدفعون الصدقات طمعا في ثواب الله وطمعا في دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على صدق إيمانهم بالله عز وجل. فهذا فيه أن الزكاة الفريضة العظيمة التي هي قرينة الصلاة أنها تفيد صاحبها هذه الميزات العظيمة، أنها تقرب إلى الله، وأنها توجب دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد دعا صلى الله عليه وسلم لهؤلاء قبل موته، فالرسول يدعو لمن دفع ماله ابتغاء وجه الله عز وجل وصلوات الرسول. قال الله جل وعلا: ألا إنها قربة لهم. وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب للولي الأمر ولمن يجب الزكاة أن يدعو للمتصدقين عند أخذ صدقاتهم، يدعو لهم، لأن الله قال: ودعوات الرسول. الرسول يدعو في حياته، وكذلك من يأتي بعده من ولاة أمور المسلمين فإنهم يدعون للمتصدقين إذا دفعوا صدقاتهم. ألا إنها قربة لهم، حقق الله قصدهم فقربهم إليه سبحانه وتعالى، سيدخلهم الله في رحمته، هذه بشرى لهم بصدق إيمانهم وطيب نفوسهم بهذه الصدقات، وأنهم يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى، إن الله غفور رحيم.